في اللقاء السابق أيها الأحبة قلنا إن ذكر اسم الله في القرآن الكريم 2699 مرة، وهو الكلمة الأكثر تكرارا في القرآن، هو دليل قوي جدا على إعجاز هذا القرآن واستحالة الإتيان بمثله. يعني لا يستطيع أحد أن يؤلف كتابا ويذكر اسمه كمؤلف للكتاب 2699 مرة، لن يجد في أي لغة من لغات العالم جملا يستطيع أن يعبر بها 2699 مرة، لا يستطيع أيها الأحبة. والقرآن الكريم يتميز أنه رغم التكرار الكبير الهائل لاسم الله في القرآن لا تشعر بأي شذوذ أو أي خطأ أو أي مشكلة. في اللغة العربية وفي البلاغة الإنسان إذا كرر يعني اسم أو كلمة مثلا مرتين أو ثلاث مرات يشعر المستمع بنوع من الشذوذ أو نوع من الضعف في البلاغة أو نوع من الركاكة، فكيف أن كتابا يذكر اسم الله تعالى 2699 مرة؟ وطبعا هذا فقط اسم الله، يعني لم نحسب أسماء الله الحسنى التي ذكرت مئات المرات في القرآن، ونكررها كل يوم ولا نشعر، بل نزداد حبا وإعجابا بهذا القرآن. يعني كلما قرأت القرآن تجد له حلاوة وتجد لذة جديدة تكتشفها لأول مرة. الآن أيها الأحبة دعونا نتساءل، هذا الإله العظيم الذي خلق السماوات السبع وخلق الأراضين السبع وجعل في الكون نظاما يقوم على الرقم سبعة، يعني كل ذرة خلقها الله من ذرات الكون فيها سبع طبقات، الأرض سبع طبقات. نحن عندما نخضع للزمن وهو الأسبوع سبعة أيام، الضوء الذي يأتينا من الشمس، الضوء هو سبعة ألوان الطيف الضوئي، حتى الموسيقى والعلامات الموسيقية عددها سبعة، طبقات الجلد سبعة، الطواف سبعة، السجود على سبعة أعظم، كثيرة كثيرة جدا هي الأشياء التي يقوم عليها الرقم سبعة، وكأن هناك نظام كوني يقوم على الرقم سبعة. طيب في القرآن الكريم ماذا يوجد؟ كيف توزع اسم الله في القرآن الكريم؟ دعوني أتأمل معكم هذه الحقيقة الرقمية المذهلة لتوزع اسم الله في القرآن العظيم. أيها الأحبة، ورد اسم الله في القرآن 2699 مرة، وهذا العدد هو عدد أولي، لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى واحد، وكأن الله يريد أن يقول لك إن صاحب هذا الاسم هو الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ولكن الآن أيها الأحبة سوف نرى أن هذا الاسم يتوزع بنظام يقوم على الرقم سبعة، فلو بحثنا عن اسم الله في القرآن نجد أنه ذكر على سبعة أشكال، الله لله بالله فالله فلله أبي الله تالله، سبعة أشكال فقط موجودة في القرآن لاسم الله عز وجل سبحانه وتعالى. إذن هذا أول توافق مع الرقم سبعة، أن الله ذكر اسمه في القرآن على سبعة أشكال أو سبعة صيغ أو سبعة أنواع من الرسم، بما يتوافق مع عدد السماوات السبع التي خلقها، وبما يتوافق مع النظام الكوني القائم على الرقم سبعة سبحان الله. والآن أيها الأحبة سوف نتساءل، ما هي أكثر آية ذكر فيها اسم الله في القرآن؟ كما نرى أمامنا إنها الآية 20 من سورة المزمل، وهي من أوائل السور نزولا، ذكر اسم الله سبع مرات أيها الأحبة سبحان الله. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، هنا المرة الأولى، ثم نجد بعدها من فضل الله 2، وآخرون يقاتلون في سبيل الله 3، ثم وأقرضوا الله 4، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 5، واستغفروا الله 6، إن الله 7 غفور رحيم. إذن سبع مرات ذكر اسم الله في آية واحدة، وهي
أكثر آية ذكر فيها اسم الله، يعني لا يوجد آية ذكر فيها 8 مرات بل بالضبط 7 مرات سبحان الله. كما أن يعني هناك حقيقة مذهلة أن اسم الله تكرر في 7 سور بعدد من مضاعفات الرقم 7 سبحان الله. يعني هناك بالضبط 7 سور في القرآن لو قمنا بعد اسم الله فيها نجد عددا من مضاعفات الرقم 7، وهذه ميزة لا يمكن أن تكون قد جاءت بالمصادفة أبدا. أن نجد في كتاب 7 صيغ لاسم الله و7 سور بالضبط لا يوجد غيرها تذكر اسم الله عددا من مضاعفات رقم 7. يعني مثلا المائدة ذكر اسم الله 147 مرة، النحل 84، العنكبوت 42، مثلا نوح 7، المزمل 7 مرات، وهكذا 7 سور ذكر فيها اسم الله أعداد كلها من مضاعفات الرقم 7 سبحان الله. يعني شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا أيها الأحبة أن نجد هذه الميزة. كذلك يعني لو تأملنا آيات القرآن، لو تأملنا آيات القرآن أيها الأحبة نجد أن في القرآن 49 صفحة، يعني 7 في 7، تحوي كل منها اسم الله 7 مرات. يعني شيء والله مذهل أيها الأحبة. يستطيع كل واحد منكم أن يرجع إلى برنامج إحصاء القرآن الكريم وبخاصة الإصدار الذهبي الأخير، يقوم بتحميله ليكتشف هذه العجائب. لدينا 49 صفحة 7 في 7، كل منها يحوي اسم الله 7 مرات بالضبط لا يوجد غيره. وهذه الصفحات أمامكم، يعني الصفحة 11 اسم الله تكرر 7 مرات، الصفحة 18 اسم الله تكرر 7 مرات، الصفحة 26 اسم الله تكرر 7 مرات، وهكذا كما نرى أمامنا الجدول. وأنصح أن يعود أي واحد يريد أن يشكك أو حتى يريد أن يستكشف أن يرجع إلى برنامج إحصاء القرآن الكريم الإصدار الذهبي المصحح، لأن النسخ السابقة كانت تحوي بعض الأخطاء والهفوات. الآن أيها الأحبة عدد السور من أول سورة ذكر فيها اسم الله وهي الفاتحة إلى آخر سورة ذكر فيها اسم الله وهي سورة الإخلاص 112 سورة من مضاعفات 7. وكلمة الفاتحة 7 أحرف، وكلمة الإخلاص أيضا 7 أحرف سبحان الله. يعني شيء عجيب أن نجد أول سورة في القرآن يذكر فيها اسم الله هي الفاتحة، آخر سورة يذكر فيها اسم الله هي سورة الإخلاص قل هو الله أحد. عدد السور من الفاتحة إلى الإخلاص 112 سورة، يعني 7 ضرب 16، يعني إذا قسمنا 112 على 7 يعطينا عدد صحيح هو 16. وحتى سورة الفاتحة كلمة الفاتحة 7 أحرف وكلمة الإخلاص 7 أحرف. بالله عليكم هل يمكن أن تأتي كل هذه التوافقات بالمصادفة أم أنها من إحكام من قال في كتابه العظيم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير؟ نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا العلم النافع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.